ماذا؟ ما الذي يحصل هنا؟ ها؟ وات؟ مانيا، عليك مساعدة أليكس، إنه أخوك الصغير. أوبس، حسناً بابا. أصبح نظيف. عمل رائع. Oh, yes. انتهيت من إطعام أليكس. أحسنت مانيا، تفضلي. قائمة الأخت الجيدة. مانيا، عليك تعليم أليكس التلوين. حسناً بابا، لكن أولاً لننظف أيدينا. Let's go. أصبحت نظيف. أليكس، عليك أن تفعل هكذا. حسناً، سأجرب. Let's go. Wow. أحسنت يا أليكس. واو، أحسنت يا أليكس. عمل رائع مانيا. حان وقت الرياضة الآن. Let's go. ياي! أنا الأفضل! هاي مانيا! هل تعلم؟ لقد سجلت 4 أهداف! أنا الأفضل! يجب أن تكون الرياضة ممتعة! لا يهم من يفوز أو يخسر! حسناً بابا! أليكس، تعال! لنلعب سوية! هكذا أفضل بكثير! هذا رائع. هيا لنلعب سوية. أستطيع أن أعلمكم. حسناً. حسناً. Let's go. أحسنتم يا رفاق. حان وقت الدراسة. لنرى ما الذي يطفو وما الذي يغوص. نعم، هيا. Oh yes, let's go. أعتقد أنهم سيطفون. مانيا، لا أعلم، هل تساعديني؟ لا، أنا مشغولة الآن. أوه، واو، أعتقد أنها ستغرق. أعتقد أنها ستطفو. أعتقد أنها ستغرق. Oh, yes. Woo-hoo-hoo. Hmm? Huh?
لقد طفت. أوه يس! مانيا، ماذا تفعلين؟ ماذا؟ أقوم بتجربة العلوم. لكن يا مانيا، عليك مساعدة أليكس. هكذا تفعل الأخت الجيدة. حسناً بابا، تعال أليكس سأساعدك. تغوص أم تطفو؟ طفت. طفت. ليتس جو. إنها تطفو. نعم، تطفو. هذا صحيح. إكسلنت. تطفو. أنتم يا أطفال، وقت القيلولة. شكراً مانيا، أنت أخت رائعة. لا عليك يا أليكس، وأنت الأخ الأفضل. من الصعب أن أكون الأخت الكبرى، لكن ممتع. لا يجب أن تجلسي هنا، هذا مقعد السائق. حسناً بابا. أوكي. والآن عليك أن تضعي حزام الأمام. ما هذا؟ ووهوهو! ياه! تادا! ماذا يحدث هنا؟ ستيبي، لا تستطيعين السباحة داخل السيارة، هيا اخرجي من هنا. حسناً. جائعة. أها. لا يجب أن ترمي القمامة خارج السيارة. ستيفي، هيا اجمعيها. حسناً بابا. للورق، للبلاستيك، للقمامة العضوية. هكذا أفضل بكثير. هيا بنا. Yeah.
هاي، هذا البشار لي، والبشار طعام غير صحي ولا يمكنك أكله، أعطني إياه. ستيفي، لا يجب للأطفال أن يفتحوا الشباك، هذا خطير جداً. والآن سنذهب إلى المتجر. ماذا أحتاج أيضاً؟ أحب الشوكولاتة. ستيفي، ما رأيك؟ أيوة ستيفي؟ إيه؟ ها؟ ها؟ ستيفي، ستيفي، أين أنت يا ستيفي؟ ها أنت، قد وجدتك. أوبس، آسف، اعتقدت أنك ابنتي، آسف. أوبس، أين اختفت؟ أخيراً وجدتك ستيفي، ها أنت. لا يجب أن تبعدي عن أبويك، هذا خطير. حسناً بابا. بابا على إجراءات السلامة. عفواً عزيزتي ستيفي. ها هو بيتنا. هل أستطيع اللعب هنا؟ بالطبع، ولكني أراقبك. تراقبني. آسف، لقد غفوت. هيا بنا لنطير من هنا. أهلا بكم في قلعة الأرائك. حجرة ورقة مقص. أليكس، من الخطأ أن تقفز على الأريكة. اقفزوا معي. حسناً. لماذا تقفزون على الأريكة؟ تعالي اقفزي معنا. حسناً. يا رفاق، ماذا تفعلون؟ لماذا تقفزون على الأريكة؟ اجلسوا. حسناً، كنا
نقفز لأن الجلوس ممل جداً عليها. الجلوس على الأريكة ممل جداً. لماذا لا نبني قلعة؟ لماذا لا تبدأون بالترتيب؟ يا رفاق، لنلعب حجر ورق مقص لكي نقرر. نعم، لنفعل هذا. إذا فزت أنت، سوف نرتب كل شيء، وإذا فزنا نحن، سوف نرتب ونبني قلعة. اتفقنا؟ اتفقنا. حجر ورق مقص. ياي، لقد فزنا. قلعة قلعة قلعة. يمكنكم بناء قلعة هنا، لكن لا تنسوا الترتيب بعد انتهائكم. حسناً، لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، لنبني القلعة. يا رفاق، لننظف أولاً. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أزرق، زهري، أزرق، أصفر، أصفر، أزرق، أحمر، أحمر. أحسنتم يا رفاق، لنبني القلعة هنا. أها، لنصنع جدرانا بالمخدات. تبدو حقا جميلة، لكن نحتاج المزيد. لحظة يا رفاق. المزيد من المخدات. صحيح يا أليكس، هيا لنزين القلعة. والآن يا أليس، نحتاج إلى شيء لنجلس عليه. ماذا؟ من قام بتشغيل التلفاز؟ لا تقلقوا، سأطفئه الآن. لحظة، لا تضغط على أي شيء. لا تقلقي يا أختي، لقد أطفأته. اهدأوا، لن يحدث أي شيء. ستصبح الأرض بركاناً. لن ينقذنا أحد الآن. أخبرتك يا فانيا، لا تضغط على الزر. ما الذي فعلته؟ أوه لا، آسف. لماذا أنت واقف يا فانيا؟ افعل شيء أرجوك. حسناً حسناً. هذا أفضل. فانيا ساعدنا، اضغط الزر مجدداً. هذا أفضل. هذا، هل هذه مزحة؟ أين مجرفتي؟ هذا ليس عادلاً. فانيا، لقد دست على الزر. لذا لن تحصل على واحدة. حسناً، هذا عادلاً. ما رأيكم؟ فانيا، أنا خائف، ساعديني. لا تخف يا أليكس، اقفز على لوحي. أحسنتم يا رفاق.
فانيا خذ هذه، كان خطأ أكلك لا عليك، التقطها مني. حسنا أنا جاهز، هيا. أوبسي. الوضع تحت السيطرة، سأجرب زرا آخرا. إيه؟ ها؟ فانيا أنا أعرف، عليك الرقص لكي تتجنبهم. كان هذا رائعا، ياي استطعنا الخروج، لكن علينا مساعدتهم أيضا. فكري فكري فكري. أتمنى أن يكون حظي جيدا، سأجرب. شكرا فانيا. لقد فهمت الآن. ياي! أنا قادم يا رفاق. ما مشكلة هذا الجهاز؟ فانيا توقف، انظر لا يوجد حمام. فانيا اركض، سوف أجد طريقة لإيقاف الحمام. لا، كانت فرصتي الأخيرة. أوه لا فانيا. لا تقلق فانيا، سننقذك. ألو خدمة الإطفاء، نحتاج مساعدة. أنا قادمة. بالتوفيق. لا أصدق، شكرا على إنقاذي. لكل مشكلة يوجد حل بالتأكيد. Let's go! يا أطفال، لنلعب لعبة التخفي بين الأشياء. نعم! لحظة، التخفي؟ كيف نفعل هذا؟ عليكم أن تتخفوا، أن تصبحوا غير مرئيين، هكذا. بابا بابا أين أنت؟ واو! القانون الرئيسي للعبة هو التخفي في العيان، ولديكم فقط 5 دقائق للاختباء. ماذا؟ هذا مستحيل. الآن دعونا نلعب لعبة الغميضة ذات 10 ثوان، وسنعرف بعدها من الذي سيمسك بنا. جاهزون؟ والآن اختاروا أدوات التخفي. قرعة صفراء وحمراء، دب أزرق، صناديق الكرتون، النباتات الخضراء، الليغو؟ والآن لديكم 5 دقائق للاختباء، يبدأ الوقت الآن. أين سأختبئ؟ رائع، الكثير من صناديق الكرتون. سأختبئ بالداخل. محجوز، ليس هنا بالتأكيد. لنجرب هذه. ما
هذه الأصوات؟ هذا ليس مضحك، لا أستطيع رؤية أي شيء. سينتهي الوقت، علي الاختباء. لن يجدونني هكذا أبداً. ستة وخمسين، سبعة وخمسين، ثمانية وخمسين، تسعة وخمسين. كيف سأختبئ هنا؟ هذا مستحيل. مرحباً. ها؟ وينزداي؟ نعم، أنا أعمل بالسر كخبيرة مكياج. لا تخبروا أحد. رائع، وهل ستساعديني في التخفي في الليجو؟ لا عليك. لنبدأ. أوكي. ترى، عمل رائع. أصبحت جاهزاً الآن لتحدي التخفي. كانت وينزداي على حق، أنا الآن جاهز للتخفي. مضى نصف الوقت. لا، سوف يجدني. بقي دقيقة واحدة للتخفي. لا 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 لا، سوف يجدني. واو واو، ممتاز. فكري. رائع، بقي شيء واحد. جاهزون؟ أنا قادم. هل من أحد هنا؟ أوكي. لا يوجد أحد. بيكابو. 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 ها، وجدتك. هاي، أنا نائم هنا. هل نمت هنا؟ أوه لا، لقد وجدتني. أنت مضحك يا أليكس. هاي، توقف. وجدت داشا. Hmm.
لحظة. لقد وجدتني. نعم. من هنا؟ لا. أمسكت بك. أحسنت يا فانيا، هذه الأوراق جعلتني أعطس كثيرا. أوه يس. أمسكت بالجميع. ياي، كلهم باستثناء أبي. ساعدوني لنجده. بالتأكيد. بابا، أين أنت؟ بابا، أين أنت؟ نحن جائعون. هذا مكان رائع، لن يجدوني أبداً. من ترك هذه هنا؟ لا، ما الذي يحصل؟ ساعدوني، أنا محبوس. ساعدوني، 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 ساعدوني. هيا بسرعة أرجوكم. فانيا، كيف سنساعدك؟ لا أعرف. عليكم الفوز بست تحديات حتى تنقذوا فانيا. علينا إنهاء التحديات لكي ننقذ فانيا. احذروا ما هي نكهات هذه المشروبات. حسناً، لا عليكم، أنا بارعة. برتقال. عنب. كالوة. طعمها التوت الأزرق. ليمون ونعنع. كيوي. شوكولاتة. هل هذا سبانخ؟ يبدو كالليمون. الأخيرة، لقد شبعت. لقد قلت جميع الاختيارات. فكري فكري فكري. ربما عصير التفاح. ياي. لقد أنهيت أول مهمة. أحسنت مانيا، يمكنك فرقعة البالونات الحمراء. ياه! مانيا، استمري. احذروا ما بداخل هذه الصناديق. ادعوا لي بالنجاح. شعور رائع. هل هو رمال؟ الرمل السحري. يا إلهي، إنه يتحرك، يبدو حياً. إنها لعبة عنكبوت. حسناً حسناً، ماذا بعد؟ ناعم. أوه نعم، إنه ريش. إسفنجة؟ لا، قطعة تنظيف. حوض بالطبع. سهلة، أعتقد أنها ألعاب إسفنجية للاسترخاء. كان هذا تحدياً سهلاً.
فانيا، لقد فزت بالتحدي الثاني. أحسنت مانيا، تستطيعين فرقعة البالونات البرتقالية. شكراً. صنفوا الطعام الصحي من الغير صحي. حسناً، لنبدأ. بطاطا غير صحية. دوناتس غير صحية. تفاح صحي. كعكة ليست صحية. فراولة ليست صحية. موز صحي. كرز غير صحي. مارشميلو صحي. لنغيرهم. أنهيت التحدي الثالث. واو، أحسنت يا داشا، عليك فرقعة البالونات الصفراء. شكرا يا داشا. صنفوا أدوات المطبخ من الأدوات الطبية. واو، لكن ما هذا؟ عليك فرقعة البالونات الخضراء. أها، شكرا لك يا أليكس، بقي لونان الآن. ذوبوا حلوى شعر البنات في الماء وجدوا الألعاب بداخلها. حسنا، لنبدأ. 1 2 3. يمكنك فرقعة البالونات الزرقاء. حسناً. داشا، شكراً لك. جدوا جميع الألعاب داخل السلايم. حسناً. 1 2 3 4 5 6 7. لنبدأ من الأولى. لقد وجدت شيئاً.
اثنان. والآن ثلاثة. رقم أربعة. أين هو؟ رقم خمسة. رقم ستة. يونيكورن. وبقي لدينا رقم سبعة، شيء كبير. أكملت التحدي الأخير. فانيا، لقد أكملنا التحدي الأخير. أحسنتم يا رفاق، أعطني إياها، سوف أفرقع البالونات البنفسجية. شكرا لكم على إنقاذي. لا عليك يا أخي. جيران، لنتعرف على بعضنا. أنا باتمان الأذكى على الإطلاق. أنا سبايدر وومن الأسرع. أنا هارلي كوين الأجمل على الإطلاق. أوه يس. وأنا هالك. مفاجأة. وقت التحطيم. هل توقف. أوه لا، أغراضنا هناك، لنجمعها. نعم هيا. No way. Excuse me. فكرة. هل يحطم؟ أشياء كثيرة. واو. هذه السيارات. تحصل عليها إذا فقعت البالونات السوداء.
سهلة جداً لأنني باتمان. Excellent. لكنك أعطيتني سهمين فقط. حقاً. فكرة. أها. ما هذا؟ كيف حصل هذا؟ هيا أعطني جائزتي. حسناً، خذ سيارتك. سأخذ الطاولة أيضاً. ماذا؟ لنرى ماذا لدينا هنا. سبايدر هالك. كتاب. واو، سأخذ هذا. لنرى ماذا يوجد هناك. شنطة، هذا ما أحتاج. يس، سيارة سبايدر. No way. عناكب. لحظة، أنا عنكبوت أيضا. مرحبا، آسفة، أحتاج هذه. يس. أقلام. لغز. واو. واو، طوابع. تلوين. أحتاج إضاءة في غرفتي. هاي مانيا، انظري هنا. حسناً سيد عنكبوت. سأريكم ماذا سأفعل به. يس. لنجرب شبكة العنكبوت. Fantastic. واو، يا هذا، إنها لي. سوف أنقل كل هذه الأغراض إلى غرفتي. يس. Yes.
لنرى كيف سيكون ضوءه. واو! اها! Awesome! Oh yes! Wow! Oops! آسف. جيد، لكن ينقصه شيء. Oh yes! هذا ليس مضحكا، لا أرى شيئا. Hey! لدي فكرة. Wow! Oh yes! هكذا تبدو أفضل. لم أنتهي بعد، أحتاج المزيد من الأغراض. أوكي. أين هارلي كوين؟ علي أن أدخل إلى هذه الغرفة. هاي، هذا القفل لن يمنعني. الكثير من الأغراض لنتفقدهم. مشط جميل للشعر. مرآة جميلة. هذه سجادة، سأخذها. أوه يس. قلم. يس. إذا أمطرت اليوم. دفتر. سأستخدم الرياح لأحمل كل شيء. واو! هنا كل شيء أحتاجه. لعبة باتمان. وهذه أيضاً. لحظة، هذه حقيبة. لنضع هذه هنا. نعم، كتب باتمان، مخدة، الكثير من الأشياء. أحتاج إلى شيء لأحمل هذه. هذا ما أحتاج تماماً، حقيبة عملاقة. إنها لباتمان، كبيرة جداً. طفل باتمان. حلويات باتمان. جميل جدا، كأس باتمان. واو واو، رائع. هذه جميلة أيضا. تبدو وسيم. كأس. واو، ملابس. ممتاز، جميلة جدا. ليست مقاسي لكنني سأستخدمها. واو! وقت الذهاب للغرفة. أوه يس. أها. يامي. واو.
يس. هذا رائع. Excuse me? Hey! ما هذا؟ Oops! Go, go, go! Fantastic! Aha! Okay. غرفتي جاهزة. أنا جائع، هيا لنأكل شيئاً. وأنا أيضاً. مرحباً، ماذا ستأكلون؟ لحظة. بيتزا من فضلك. حسناً، بيتزا لشخصين من فضلك. حسناً. حان وقت صناعة البيتزا. سنحضر العجين أولاً. كدت أن أنتهي. زيتون. والفطر. والبابروني. خس. والآن سوف ننتهي من تحضير البيتزا. رائحتها شهية. لنجربها. لكن ما هذا؟ ما هذا؟ هذه ليست بيتزا حقيقية. أردتم بيتزا حقيقية؟ آسفة. ها، لنتعلم كيف نصنع بيتزا حقيقية. نعم، هيا لنصنعها. بابا، هل تريد أن تأكل بيتزا؟ بيتزا، أنا أحب البيتزا. طبعاً أريد بعضاً من البيتزا.
نريد أن نتعلم كيف نصنعها. هيا إذن لنصنع البيتزا. علينا أن نفعل شيئا ما أولا. ما هو؟ أول خطوة، علينا أن نغسل أيدينا. أصبحت نظيفة. رائع. والآن علينا أن نلبس المآزر. هل أنتم جاهزون لصناعة البيتزا يا أطفال؟ نعم. المكونات الرئيسية للعجينة هي الطحين، الماء، الزيت، الخميرة والعسل والبيبروني. هيا لنبدأ. أول خطوة علينا فعلها هي أن نخلط الطحين وبعض الملح. يجب أن نضيف الخميرة إلى الماء والعسل. Yeah. وقت الزيت والعسل. لا يمكنني الانتظار. ستكون لذيذة. ما رأيك يا ستيفي؟ إنها ممتازة. بابا، ما التالي؟ والآن سنضع بعض الطحين على الطاولة. هيا بنا. والآن علينا أن نضع العجين على الطاولة ثم نبدأ العجن. الكثير من الطحين. حسناً، ماذا بعد؟ حان وقت مساج العجين. أريد أن أجرب. حسناً. هذا رائع. أريد أن أجرب. يجب أن تفرد العجين جيداً. والآن نضع صلصة الطماطم والبيبروني والجبنة. صلصة الطماطم. ماذا بعدها؟ وقت الجبن. Yes. أحب الجبن. والآن الجزء الألذ، البيبروني. بابا، البيتزا جاهزة. عمل رائع يا أطفال. والآن علينا الانتظار لعشر دقائق. حسناً. والآن حان وقت المفاجأة. واو. هل سنأكل الكب كيك؟ أجل يا ستيفي، لكن دعينا نزينها أولاً. ما نوع الكب كيك التي تريدينها؟ أريد كب كيك اليونيكورن. أريد سوبر هيرو كب كيك. وأنا أريد عروسة البحر. خيارات رائعة. واو! لنبدأ. جميلة جدا. دوري. هل أعجبكم الكب كيك؟ نعم كثيرا، رائعين. والآن دوري. صنعت داشا، إنهم حقا رائعين. واو، يا له من عمل رائع يا أطفال. ها؟
واه يا أولاد، البيتزا جاهزة. أصبحنا نعرف كيف نصنع البيتزا. الطعام الذي نصنعه بأيدينا هو الألذ، لكن أطبخ فقط مع الكبار. مرحبا، تفاحة. بابا بابا ستيفي، ما المشكلة؟ لا أستطيع أن أكل التفاحة لأن سني يؤلمني. الوقت متأخر الآن، لكن غدا سنذهب إلى طبيب الأسنان. تصبحين على خير يا عزيزتي. تصبح على خير. مرحبا. لا، هل أنت طبيب الأسنان؟ بالتأكيد، اجلسي هنا. أنا خائفة جدا، المكان مظلم ومخيف هنا. لا تخافي، أنا بارع. بماذا تستخدم المطرقة؟ ستعرفين لماذا بعد قليل. لا يعجبني هذا. هيا لنبدأ. لحظة، لقد تأخرت، علي الذهاب. لا. ما الذي يحصل؟ لا أريد أن تحفر أسناني. لا أريد. ستيفي، استيقظي ستيفي. يجب أن نذهب إلى طبيب الأسنان. لا أريد الذهاب. إلى أين أنت ذاهبة ستيفي؟ سنتأخر. لدي فكرة. أين أنت ستيفي؟ عفواً، هل رأيت طفلة صغيرة تمر من هنا؟ مثل طولك؟ نعم، لقد ذهبت من هناك. شكراً جزيلاً. أوبس. انتظروا لحظة. Excuse me. يا لها من طفلة ذكية، كنت على وشك أن أصدق. سأختبئ بواحد منهم. لم أرى هذا من قبل. أظن أن ستيفي مختبئة بأحد الصناديق، لكن أي واحد؟ ستيفي، أين أنت؟ ستيفي. أنا آسف، لم أقصد ذلك. سامحني أرجوك. ماذا؟ مرحبا. ماذا تفعلون هنا؟ نلعب. يجب أن لا تكون هنا، هيا أخرجوا. أها ستيفي. ستيفي، لا يوجد هنالك وقت لنلعب الغميضة، يجب أن نذهب لطبيب الأسنان. قلت أنني لا أريد. لا تخافي، هنالك دب. أين؟ ماذا؟ أين؟
لا أرى شيئا. أي كرامبا. علي أن أجد أفضل مكان للاختباء. يس. فكرة. بابا سيعتقد أنها أنا. ستيفي، أين أنت؟ لا يجب أن نتأخر. حسناً حسناً، لقد فهمت. ستيفي تخاف من طبيب الأسنان، لكن أين ستيفي؟ أوبس، إكسلنت. أوه، هل يمكن أن تكون تحت السرير؟ هلو. مرحبا. أنت هنا، تعالي. لا أرجوك، أنا خائفة. لا تخافي، كل شيء سيكون على ما يرام. هيا لنذهب للطبيب. سنأخذ لعبتك المفضلة معنا حتى لا تخافي. أين لعبتي؟ ها هي. فكرة. حسناً ستيفي، هل أنت جاهزة؟ ستيفي فعلتها مرة أخرى. ستيفي، سأكون دائما بجانبك، لا تقلقي. هيا بنا. حسنا بابا. هيا لا تخافي ستيفي. ستيفي قولي مرحبا للطبيب، لا تخافي. مرحبا، كيف حالك؟ ها. مرحبا. لا تخافي، اجلسي من فضلك. لا 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 تخافي، إنه طبيب لطيف ويمكنك أخذ اللعبة معك. Oops. No way. Fantastic. لنفحص أسنانك. افتحي فمك. Excuse me. Hey. Fantastic. أنت لا تعتنين بأسنانك. سوف أريك كيف تعتنين بأسنانك الآن. حسناً يا دكتور. عليك أن تنظفي أسنانك مرتين يومياً، وستحتاجين فرشاة الأسنان هذه. عليك أن تنظفي جميع الأسنان، هل ستجربي؟ نعم. من الممكن أن يدخل الطعام بين الأسنان، ومن الصعب إزالته، لذا جربي خيط الأسنان هذا لكي تزيلينه. أوه يس، لقد انتهيت يا طبيب. أحسنت، والآن الخطوة التالية. حسناً. والخطوة الأخيرة لكي نجعل أسناننا نظيفة هي غسول الفم. لنملأه. لنقضي على كل الجراثيم، هل أنت جاهزة؟ نعم. والآن سنعالجك.
حسناً أنا جاهزة. أوه يس. افتحي فمك. لقد انتهينا. كيف تجري الأمور هنا؟ رائع. لقد تعلمت ستيفي الكثير عن الاعتناء بالأسنان. إذن نستطيع الذهاب إلى البيت الآن؟ وقبل أن تذهبي لدي هدية لك. فرشاة ومعجون. شكرا. هيا بنا. ولا تنسي قواعد تنظيف الأسنان. كنت محقا يا بابا، لم يكن مخيفا أبدا، كان الطبيب لطيفا جدا. الآباء دائما على حق. والآن حان وقت أن تفرشي أسنانك، وبإمكانك أن تعلمي أليكس وداشا. بالطبع، افعلوا كما أفعل. حسنا ستيفي. اعتنوا بأسنانكم. إلى اللقاء. ساعدوني ساعدوني. سنتعلم اليوم عن الحشرات. هذه هي النملة. وهذه النحلة. وهذه هي فدس النبي. وقت الغداء. أين ذهبت الحشرات؟ ساعدوني! النجدة! النجدة! أوه! بابا يحتاج مساعدة! أرجوكم! المنزل مليء بالحشرات! لا أدري ماذا أفعل! بابا! سوف ننقذك! سوف أختبئ! مسكين بابا! إلى اللقاء! يا رفاق، علينا أن نتخلص من الحشرات، لكن علينا أن ننقسم. هيا لنمسك بكل الحشرات. 1، 2، 3، انطلقوا. من المؤكد أنهم هنا. لحظة، هل تسمعون هذا؟ هل تريد أن تأكل كل طعامنا؟ أمسكت بك. يا حشرة، أعرف أنك هنا. أنت هنا. ها، هل أردت غسل يديك؟ هل أردت الاختباء هنا؟ أتفقد الغرفة. ربما هنا. في ملعب الكرة. لا. أها، لقد وجدت الموسيقية.
الحشرات؟ إنهم بطاط. أعتقد أنني وجدت شيئاً. لن أشارك غرفتي معك. لست حيواننا الأليف. أعتقد أنني أسمع شيئاً. وجدتك. يا لها من حشرة كبيرة. هذا المكان لا يناسبك. حشرة عملاقة. لكن كيف سأمسك بك؟ إلى اللقاء. أعتقد انظروا كم حشرة لدينا هنا لنتعلم المزيد عن الحشرات. هذه خنفساء وحيد القرن. هذا هو الجندب، شنبه أطول من جسمه. هذه النحلة، لديها 5 أعين ولا ترى اللون الأحمر. هذه فرس النبي. ما رأيكم أن نصنع برجاً من الحشرات؟ ياي. أوبس. أو نو. جدتي، جدتي. مانيا، ما الذي حصل؟ بطني يؤلمني. علينا الذهاب إلى الطبيب. واو. مرحبا، ما خطبك؟ معدتي تؤلمني ولدي طفح جلدي. يس. ها. أوبس. حسنا، لدي شيء لك. هذه ستساعدك. واو، تبدو متطورة.
مرحبا، اسمي روبن، أنا مساعدك الصحي الخاص. لحظة، سأتفحص جسمك. واو. انذار 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 انذار. فحص الطعام. مانيا تأكل الكثير من الطعام الضار. ماذا علي أن أفعل؟ الطعام الضار يسبب زيادة الوزن ويسبب مشاكلاً في البشرة. عليك تقليل الأكل الضار وزيادة الأكل المفيد وستكونين بخير. حسناً، سأبذل كل جهدي. هذه لك، اعتني بصحتك. شكراً يا طبيبة. واو. يس، طعامي المفضل. لا، الطعام السريع فكرة سيئة. هذا أفضل. إنها مملة، أريد البطاطا. لدي فكرة، انظري. ترى. لذيذة. مرحبا، أنا روبن، مساعدك الصحي الخاص. وقت الفحص، وقت الفحص، وقت الفحص. النتيجة ممتازة. الطعام الصحي رائع ولذيذ. لدي فكرة أفضل، لنصنع السموذي. نعم. سموذي. جاهزون؟ نعم. لنصنع سموذي الموز. فكرة رائعة. موز، فراولة، والحليب. والعسل، والعسل. حسنا، عسل. لنخلط. السموذي جاهز. لذيذ. أريد سموذي الكيوي. حسناً، الكيوي. قطع من الموز، تفاح. حسناً. والحليب. ثم نخلط. داشا، السموذي جاهز. إنه لذيذ. أريد سموذي التوت البري. حسناً، التوت البري. واو. والفراولة. والحليب. ثم نخلط. واو، ما أجمل اللون. أليكس، السموذي جاهز. واو. يامي. لقد أعجبني. حسناً، لكن ماذا عن الجزر؟ هل نستطيع أن نصنع سموذي؟ بالطبع، إنه صحي جداً. الجزر، التفاح، والماء. نخلط. تفضلي. لذيذ. هاي. واو. يامي. أحب الحلويات. بماذا سأبدأ أولاً؟ ربما الاثنتين. سني يؤلمني.
فانيا، هل أنت بخير؟ سنذهب إلى طبيب الأسنان. مرحباً، ما المشكلة؟ سني يؤلمني عندما بدأت بأكل الحلويات. دعني ألقي نظرة، افتح فمك. أوبس. كل شيء واضح، لديك تسوس. أوه لا، وماذا سأفعل الآن؟ حصل هذا لأنك تأكل الكثير من السكر، عليك أن تقلل السكر. لكنني أحب الحلويات. إذا أردت شيء حلو، يمكنك أن تأكل العسل، إنه مليء بالفيتامينات. حسناً. وعليك أيضاً أن تنظف أسنانك مرتين يومياً. اختر واحدة من هذه، تفضل. هذه. شكراً جزيلاً. إلى اللقاء. أريد أن أكلهم بشدة، لكنها فكرة سيئة. أريد شيء حلو، لكن هذه ستضر أسناني بالتأكيد. مرحباً، جرب هذه. واو. واو. لنجرب. لذيذة ومفيدة. واو. أوبس. عيناي، ما الذي يحصل؟ ستيفي، ما الذي حصل؟ أوه لا، لنذهب للطبيب. واو. تفضلوا. مرحباً. مرحباً. ما المشكلة؟ عيناي تؤلمني. حسناً، انظري هنا. أوبس. نو واي. لا أرى جيداً. هذا بسبب الجلوس طويلاً على الأجهزة. هذه ستساعدك بألا تجلسي طويلاً على الأجهزة وتمارسي التمارين. لن أستخدم التابلت لفترات طويلة. إلى اللقاء. سأحدد 30 دقيقة. وبعدها علينا أن نرتاح. واو. أوسم. لقد مضت 30 دقيقة. يجب أن ترتاح عيناي. أعتقد أنني مريضة. أوبس. جدتي، أنت تسعلين. أنا أعرف ماذا سأفعل. هذا الشاي لجدتي. واو. العسل مليء بالفيتامينات، سوف يعالج السعلة. تفضلي. شكراً. أشعر بالتحسن. اعتنوا بصحتكم. صباح الخير. هيا لنرتب سريرنا. انتهيت، لننظف أسناننا. أها. أها. وقت الإفطار الآن. نعم. آه.
أريد المزيد. حسناً. أها. شكراً لبيب. والآن سننظف. انتهيت. هل تريد أن نلون؟ نعم. علي أن أغسل الملابس. رائعة. آها. سنملأ حوض السمك بالماء ونرى ما الذي يغرق وما الذي يطفو. هيا بنا. واو. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أعتقد أن هذا كافٍ. وهذه لكم يا رفاق. ضعوا ما تريدون أن تجربوه هنا لنرى ما الذي يغرق وما الذي يطفو. أيضاً ماريا، ستيفي، داشا، وأليكس. فكرة. Yeah. Oh, good.
مثل البنادم. أها. بوبيت. أها. بوبيت الجيتار. أها. ماذا سأختار؟ اليويو. أوه، الأثقال. أوه، ميدالية. صبارة. أعتقد أن هذا يكفي. لنرى ما في الثلاجة. الثلاجة. لنرى ماذا لدينا. أها. أوه، الكوكاكولا. لنرى إن كانت ستغرق أم ستطفو هنا. أعتقد أنها ستغرق. الصلصة الحارة، هل جربتموها؟ حارة جدا. أها. انتهيت. ماذا سأخذ؟ علبة الأقلام. العدسة المكبرة. هل ستغرق أم ستطفو؟ انتهيت. بطة. أها. أحب المعجون. أها. واو، أليكس، واو، رائع، واو، أشياء كثيرة. لنرى ماذا يغرق وماذا يطفو. ماريا، ما رأيك؟ ستغرق أم تطفو؟ ستطفو. واو، تطفو. معجونة البلايدو، ما رأيك؟ هل ستغرق أم تطفو؟ ستغرق. تطفو. تطفو. ستغرق. ستغرق. ما رأيك ماريا؟ ستطفو. تطفو. واحد، اثنان، ثلاثة. واو، إنها تطفو. أنا أعرف. ما رأيكم يا رفاق؟ أيضا ما رأيكم؟ ستغرق. هل أنتم متأكدون؟ نعم. بالطبع ستغرق. داشا، ما رأيك؟ ستغرق. تغرق أم تطفو؟ ستطفو. تغرق. لا. تغرق. 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 إنها تطفو. بالطبع. علبة كولا، ما رأيك؟ تغرق. 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 لا لا، تطفو. 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 آه، تطفو. 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 واو. تطفو. واو، إنها صبارة ثقيلة. ما رأيكم؟ إنها ثقيلة. ستغرق. 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 تطفو. تغرق. تغرق. تطفو. الصلصة الحارة والزجاجة غير ممتلئة. ما رأيكم؟ تطفو. تغرق. تطفو. تغرق. لا أعرف. تطفو. تغرق. 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 إنها لا تغرق ولا تطفو. تغرق. إنها تغرق. حسناً، ماذا الآن؟ اليويو. يويو، ما رأيكم؟ تطفو. تغرق. تطفو. 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 ستطفو بالتأكيد. تغرق. نعم، تطفو. لأنها من البلاستيك. تطفو. أليكس. تطفو. تطفو. حسناً. تطفو. 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 فيها الكثير من الهواء. داشا، ما رأيك؟ تغرق أم تطفو؟ تغرق. 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 وكرة الجولف. تطفو. تطفو. تغرق. واحد، اثنان، ثلاثة. تغرق. نعم.
تغرق. علبة فارغة، لماذا هي فارغة؟ لأن فانيا شربها. تطفو ثم تغرق. تطفو ثم تغرق. واو، عدسة مكبرة. تغرق 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 تغرق. تطفو تغرق 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 تغرق. تطفو. ما هذا؟ علبة الأقلام تطفو 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 تطفو. إذا وضعتها هكذا تغرق تغرق. وهنا لدينا ميدالية، لمن هذه؟ ليفانيا. ليفانيا. نعم لي. أفضل مغني في الكنيسة. لا، إنها لكرة القدم. حسنا، ما رأيكم؟ تغرق تغرق تغرق. بالطبع تغرق. غزل البنات، لدينا اثنتان، ما رأيكم؟ تطفو 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 تطفو. طبعا ستطفو. لنجرب. واحد اثنان ثلاثة. يطفو. لدي فكرة أخرى، لنفتح الطعام ونضعه بالماء. حسناً، غزل البنات. غزل البنات. ها؟ لقد اختفت. ضعها. واو. هل أحببتموها؟ نعم. والآن لدي شيء آخر لكم، مفرقعات الجلي. اهدأوا قليلا واستمعوا. هدوء. هل تسمعون؟ نعم. إنها تفرقع. وأخيرا وليس آخرا، حمام الجلي. جاهزون؟ نعم. واحد اثنان ثلاثة، هيا. الشكل والرائحة مثل حساء جدتي. واو. تطفو أم تغرق؟ ياي. مقرف. أريد أن أركب الدراجة معكم. حسناً، علينا أن نجد دراجة لك. افتحوا البوابة. يبدو أن هنالك دراجة لك. أها. جميلة. لقد كبرت بسرعة، لنجرب هذه. أها. جربي هذه.
أبحث عن شيء آخر. ستيفي، سيارة جديدة. صغيرة. هذه مكسورة وهذه أيضاً مكسورة وهذه لا تعمل من دون حصان. ما العمل؟ لا فائدة منها كلها الآن. لحظة، لدي فكرة. لنبيعها كلها. نعم، نستطيع بيعهم. فكرة رائعة. ألعاب للبيع، سيارات للبيع، هيا هيا. أسعار منخفضة، هيا هيا زورونا. لدينا تخفيضات، هيا زورونا. أحتاج عربة لطفلي. اختاري واحدة. حسناً. لدينا عرض رائع لك. ها هي، انظر. اسمع، أعجبتني. عليك الدفع أولا. سأساعدك. إلى اللقاء.
شيء. انظري إلى هذا، لدينا ما يكفي لشراء دراجة. نعم، لنشتري واحدة جديدة. لنذهب. ستيفي، جربي هذه. إنها كبيرة. السلام أولاً، اختاري. أوكي. وهذه. نريد هذه. حسناً، اختيار جيد. فنانة في السباحة والكلام،
كثيراً. نحن أصدقاء، أريد أن أساعدها حتى لو كان عمل شاق. حورية جميلة، حورية جميلة جدا، لديها ذيل جميل، لديها ذيل جميل وكبير. تعيش تحت الماء لطيفة وجميلة، لا تستطيع المشي، فنانة في السباحة والكرة.